الشيخ في الحلقة اعترف 3 عملاء من المعتقلين، أحدهم مرافق القحطاني، بأن القحطاني هو من جندهم. هي ما هي قصة اختراق من دول برا؟ جنده لماذا؟ لحظة، جنده لماذا؟ للأعمال التالية. القحطاني كان يتواصل مع ضباط عراقيين يعملون في ملف التحالف المسؤول عن الشام. أغلب عمليات الاغتيال التي حصلت لحراس الدين، مع أنه أنا أعتبر مشكلة حراس الدين وأمريكا مشكلة خاصة ليست مشكلة الثورة السورية. طيب. نحن بس ولكن بس عم ننبه أنه رجل كان يعتبر أن تركيا هي ذراع أمريكا، يعتبر أمريكا رأس الشر رأس الأفعى. الآن تعطي معلومات لأمريكا لتقتل شخصيات موجودة في المحرر. طيب بس ارجع لي، أبو ماريا القحطاني هو من جند مرافقه من أجل العمل لي؟ لمصلحة التحالف. للتحالف. القسام الأردني وردت قصته سابقا من ضمن الاعترافات بأنهم هم القحطاني مسؤول عن قتل القسام الأردني قيادي في الحراس. يعني المسألة، يعني أنت كتنظيم كجماعة خيو أنتوا بدلتوا جلدكم وتغيرتوا وصرتوا كيوت وتحبوا الدول وتنشروا الجندرة والشذوذ في إدلب، بس تصيروا عملاء للتحالف تعطوا معلومات عن ناس موجودين في الأرض.